الفزعه اللي ما تجي وقت اللزوم، اقسم برب البيت ما ودي بها، في ذمتي ما ينفع غير القروم وهل الوفاء وقفاتها من طيبها، في ذمتي ما ينفع غير القروم وهل الوفاء وقفاتها من طيبها، شريحه الجوال مليانه رقوم ما كلها في الحوم نتواصل بها، البعض منهم لا نخيته ما يقوم، الناس من ذا النوع يا اخي كبها، والبعض في معركه ولا قروم لا شب نار الحرب سعدي شبها، الصقر بالجودات والعليا يحوم القوم هذا في عيونك، خب هذه لا زهمته في الشدايد والعزوم يصير للجودات يلحق دربها، والبعض وقت الوليمه واللحوم يا لعن ابوه الصلب ذيه صبها، اترك ردي النفس والناس الرخوم وصبع جاوي تتمسك بها.